السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درس اليوم. هي حلقة أقدم لكم فيها بعض المصادر، هي مصادر تعلمت منها شخصيا ولازلت أتعلم منها، وهي مصادر أي خبير في الإنترنت أو في الربح من الإنترنت، أو يعني تخيل أي شخص تعرفه في العالم العربي يربح من الإنترنت وتعتبره أنه خبير، فكن على يقين أنه يزور هذه المصادر ويتعلم من هذه المصادر أو تعلم من هذه المصادر. هذه المصادر بطبيعة الحال ستغير حياتك نحو الأفضل، ولكن طبعا الإشكالية الوحيدة هو أنه يجب أن تكون تتحدث اللغة الإنجليزية أو تفهمها، لأنه من الضروري جدا يعني أن تتواصل باللغة الإنجليزية، يعني حتى في مجال الربح على الإنترنت إذا لم تكن عندك اللغة الإنجليزية، أو في أي مجال حتى في غير مجال الربح على الإنترنت إذا لم تكن عندك اللغة الإنجليزية فيجب عليك أن تهتم بها. وبطبيعة الحال هناك تدوينات ستجدونها في مدونة المحترف حول تعلم اللغة الإنجليزية ومواقع لتعلم اللغة الإنجليزية، فقط اكتب تعلم اللغة الإنجليزية في مربع البحث أعلى يسار المدونة. على العموم حلقة اليوم كما قلت سأقدم فيها يعني مصادر ضخمة، وإن شاء الله هذه المصادر كن على يقين 100%، لا أريد أن أقسم حتى يعني لا أقلل من مستوى هذه الحلقة، ولكن كن على يقين، أقول على ضمانتي الشخصية وأتحدى أي شخص يقول لك أن ما سأعطيه لك من مواقع هو كلام فارغ. هذه المواقع كن على يقين إذا تعلمت منها ستستطيع أن تقلع لوحدك، ولن تحتاج لا لدروس تشتريها ولا لكتب تشتريها ولا لدورات ستتعلم لوحدك. إذن الموقع الأول الذي سأقترحه عليك هو موقع Warrior Forum. أي يستحيل أن تجد أي شخص يربح من الانترنت لا يعرف هذا المنتدى. هذا المنتدى هو منتدى ضخم، منتدى تجد فيه جميع طرق الربح من الانترنت، اقول جميع طرق الربح ستجدها، ستجد ناس يفتحون مواضيع يتناقشون يطرحون دروس يطرحون طرق. والجميل جدا هنا ان يعني أغلبية الغرب يأمنون بثقافة المشاركة، يعني مثلا ستجد وهذا ما ستشاهده إن شاء الله وستجده في هذه المنتديات على سبيل المثال، ستجد مثلا شخص يقول لك أشارككم اليوم كيف استطعت أن أربح 500 دولار في اليوم، الطريقة أو الاستراتيجية التي اتبعتها لكي أربح 500 دولار في اليوم، ويشرح لك الطريقة ويشاركها بكل روح رياضية. يمكنك أن تستفيد من هذه الطريقة ومن هذه الاستراتيجية في بناء مشروعك الخاص وتشرع في الربح كذلك. هنا الناس تشارك، أوكي، تشارك، ثقافة المشاركة حاضرة بقوة. لهذا فكما قلت Warrior Forum هو منتدى ضخم، هو الرقم واحد في العالم، منتدى ضخم للربح من الانترنت. تجد جميع الادسنس الانترنت ماركتين كل شيء ستجده في هذا المنتدى. لدينا منتدى آخر هو شبيه بمنتدى Warrior Forum وهو Digital Points. هذا المنتدى هو كذلك منتدى ضخم، منتدى معروف جدا عند رواد الربح من الانترنت، وهو منتدى يشرح لك كذلك يعني ستجد فيه الكثير والكثير والكثير من المواضيع التي تشرح أمور لها علاقة بالربح من الانترنت في جميع الميادين. أقترح عليك كذلك موقع آخر وهو موقع Black Hat World، وهذا الموقع Black Hat World هو موقع يعني ماذا سأقول، يعني لا حتى لا أجد كلمات لكي أفسر لكي أعبر بها عن قوة هذا الموقع. الحقيقة هذا الموقع تعلمت منه الأشياء كثيرة ولازلت أتعلم منه إلى حدود الساعة، إلى حدود يعني تصوير هذه الحلقة. هذا المنتدى هو منتدى ستجد به كل ما له علاقة بالسيو، لأنه في الربح من الانترنت قد تحتاج إلى إنشاء مواقع أو إلى غير ذلك، فستجد كل ما له علاقة بالسيو، ستجد البلاك هات سيو يعني الطرق القانونية في عمل السيو، الطرق الغير قانونية في عمل السيو، ستجد ستشرح لك بعد 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 الحيل والطرق في الانترنت ماركتينج، في الإشهار، كيف تعمل إشهار، كيف تجذب الزبناء، كيف تحول زائر إلى زبون. ستجد الكثير 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 من الدروس، ستجد مثلا كيف تستفيد
المزيد من صفحتك على الفيسبوك لكي تربح المال، أو كيف مثلا تقوم بإنشاء مثلا حملات إعلانية مستهدفة بدون أن تخسر الكثير من المال أو تصرف الكثير من المال عليها. يعني كثير 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 من الأمور. ستجد سكريبتات، ستجد ما يسمى بالأوتو بايلوت سكريبت، يعني عالم آخر أقول، وهو منتدى رائع جدا ومن الواجب عليك أن تزوره وتستفيد منه. نعم، هذه ثلاث مواقع تعتبر رائدة في مجال الربح من الانترنت، وكما أقول وأكررها، كن على يقين هذه المواقع ستغير حياتك. أوكي، لا أريد أن أقسم، ولكن هذه المواقع ستغير حياتك. وبالتحدي، وأتحدى أي شخص يقول لك أن هذه المواقع كلام فارغ. إذن اللهم إذا كان يعني حسود أو شيء كهذا، هذا أمر آخر. يعني أتمنى قبل أن تكون مشاركتي لهذا اليوم معكم كانت قيمة. إذا كان لديكم أي استفسار فيما يخص هذه المواقع فلا تبخلوا علي بطرح أسئلتكم. أكون دائما وكل يوم يعني من الاثنين إلى الخميس في بث مباشر الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش، حيث يمكنكم طرح أسئلتكم مباشرة علي على الرابط www.teacherprofessional.com/live. يمكنكم كذلك زيارتي على صفحتي في فيسبوك facebook.com/teacherprofessional، أدخل صفحة تقنية على 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 الفيسبوك. وفي أي وقت يمكنك أن نقرأ سبسكرايب للانضمام إلى أضخم قناة تقنية عربية في الوطن العربي. وفي الحقيقة أتمنى من سابقا أن تكون حلقة اليوم قد استفدتم منها. إذا أعجبتكم حلقة اليوم لا تبخلوا علي بالنقر على زر لايك. إذا كنتم ترغبون في مواقع أخرى، في تخصصات أخرى، يعني يكفيكم أن تنقروا على زر لايك، أن تطلبوا هذه الحلقات في كومنت، سأكون سعيد جدا بتلبية طلبكم. أضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة غد بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.